الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. احتفلت وزارة التخطيط بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة الذي نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والذي يهدف إلى صقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية لتمكينهن من تبوؤ المناصب العليا. وخلال الحفلة أعلنت الوزارة عن إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج في 6 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والأقصر والمنيا وبورسعيد، كذلك إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية في الولايات المتحدة نوفمبر المقبل. تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في الحكومة يعد الخطوة الأولى على طريق تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب العليا بالدولة. برنامج يعني مميز جدا، ناجح الحمد لله، أول برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، نجح مثالي. أنا شايفة نجح لسببين أساسيين: الشراكة الدولية اللي موجودة، والمشروع التخرج اللي في الآخر ده اللي هو مشروع قابل للتنفيذ. تم تنفيذ من 48 مشروع 14 مشروع تم تنفيذه في الوزارات حاليا. جمعنا حوالي 100 سيدة تم اختيارهم بعناية فائقة من مختلف الوزارات المصرية في البرنامج ده، اتعلموا حاجات كتير جدا جدا جدا. وكمان ما كانش برنامج تدريبي فقط، كان عملوا مشاريع كل سيدة في وزارة من الوزارات بدأت تتعامل ازاي تعمل مشروع لتطوير الوزارة بتاعتها. خطة التدريب تعتمد مبادئ عدة، منها تقييم قدرات المشاركات وإقامة شراكات مع الجامعات المصرية والدولية، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات المحلية والأجنبية. الجوانب النظرية كانت أحدث النظريات والآليات في مجال الإدارة ونظم الإدارة في كل المؤسسات، وكنا دايما بنلقي ده من خلال أمثلة عملية من حياتنا، من واقعنا، من عملنا اليومي. إحنا بنواجه حاجة زي كده ولا لأ، شفناها ولا لأ، مرت علينا ولا لأ، فكنا دايما بنقول ده شفناه، ده حصل معانا، التجربة دي حصل معانا وعملنا فيها كذا، بيقولوا لنا لأ كنت المفروض لو عملته كذا كان هيبقى أحسن. كان فرصة كبيرة جدا إن إحنا استفدنا كمجموعات من وزارات مختلفة، اتقابلنا مع بعض واكتسبنا خبرات بعض وشاركنا بعض بأفكارنا، وكانت فرصة إن إحنا تعرفنا على طرق حديثة للإدارة بنبتدي إن إحنا بنطبقها في مجال شغلنا. وبهدف استدامة برنامج التدريب، أعلنت وزارة التخطيط إطلاق الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في 6 محافظات منها القاهرة والإسكندرية، وتدريب 50 مرشحا ومرشحة على أفضل الممارسات الحكومية بولاية ميزوري الأمريكية في نوفمبر المقبل. محمد شعبان، التلفزيون المصري.